لعبة النهاردة هتكون الوحيدة في منافسيها اللي هتنول إعجاب الكتير جدا من الناس، خصوصا الناس اللي بتحب ألعاب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ومعهمش فلوس يشتروها زي Call of Duty أو Battlefield. تابعوا الفيديو النهاردة علشان تعرفوا مجانية النهاردة إيه هي. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان، وفي فيديو النهاردة من سلسلة اروع الالعاب الاوريجينال الاوفيشال المجانية معانا لعبة مجانية، ولكن المصيبة ان مفيش حد يعرف عنها كتير. لو انت بتحب لعبة Call of Duty World War 2 او بتحب لعبة Battlefield 1 او Battlefield V زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هتحس ان اللعبة ديت هي Battlefield 1 او Battlefield V او Call of Duty World War 2 اللي مفروض اسعارهم عالية جدا على الماركت، وفي ناس كتيرة جدا بيتمنوا ان هم يلعبوا مجموعة الالعاب دي، ولكن الحاجة الوحيدة اللي بتعوقهم ان اسعار الالعاب دي عالية جدا. وبصراحة انا مش ضد ان اسعار الالعاب دي عالية جدا، ولكن الالعاب دي فعلا تستاهل اسعارها لانها من اهم ومن اقوى الالعاب الاستراتيجي او الشوتر او الحربية، وبصراحة اللعبة مصروف عليها جامد. ولكن لما نلاقي لعبة غير معروفة بتدي نفس الاحتياج، بتدي نفس الجرافيكس، بتدي نفس الفيزيكس، بتدي نفس الفكرة وحاجات تانية اكتر بكتير ومجانا، لا بقى احنا لازم ناخد وقفة ونجرب ونشوف ونتابع الفيديو للاخر علشان نعرف مجانية النهاردة اللي ما ينفعش انها تتفوت عبارة عن ايه. طبعا الناس اللي لعبت وور ثاندر وكنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، تقدروا تشوفوها من علامة الاي اللي هتطلع فوق، هيفهموا كويس جدا اللعبة اللي قدامنا دي، خصوصا انها من نفس المطور اللي قدم لعبة وور ثاندر وهو جايجين. ولكن اللعبة هنا مش مجرد دبابات او مجرد المركبات اللي موجودة في لعبة وور ثاندر، لا ده انت تقدر تلعب بشخص، تقدر تحمل سلاح في ايدك، تقدر ان انت تبني اماكن للتحصينات، تقدر ان انت تقاتل بقوات مشاة زي ما احنا شايفين قدامنا. اللعبة جامدة جدا وفعلا بكل المقاييس تستاهل التجربة واعادة التفكير والنظر. ولكن عندي معلومة حابب ان انا اقولها قبل اي حاجة، اللعبة مش هتشتغل على كل الاجهزة عشان نكون صرحة وواضحين مع بعض. اللعبة ليها مواصفات تشغيل معينة على اجهزة ويندوز بس وعلى الكونسولز الاكس بوكس سيريز اكس وسيريز اس. بالنسبة لاكس بوكس 1 سواء اس او اكس لسه ما نعرفش عنهم حاجة، والبلاي ستيشنز 4 او 5 برضو لسه ما نعرفش عنهم حاجة. وكان لازم انوه عن الجزئية دي عشان في ناس كتير بتسأل السؤال المطحون، هي اللعبة تشتغل على سوني ولا لا؟ بالنسبة لمواصفات تشغيل اللعبة، اقل حاجة ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10، ولازم يكون 64 بت او 64 بت، لذلك بقول هتحتاج مواصفات مش قليلة. المعالج اقل حاجة هتكون انتل كور اي 3 او اعلى منه، والرام 8 جيجا، وده اكبر دليل على ان اللعبة محتاجة اجهزة معينة تشتغل عليها. بالنسبة للفيديو كارد لازم يكون بيسبورت دايركت اكس 11 او اعلى، مع كارت شاشة من انفيديا جي فورس 660 او اعلى، وبالنسبة لمستخدمين كروت AMD ما يقلش عن AMD راديون سيريس 7800 او اعلى. وطبعا مساحة الهارد ديسك لازم تكون 12 جيجا. بالنسبة للمتطلبات الموصي بيها نفس اللي قلناه من شوية، مع اختلاف المعالج لازم ما يقلش عن انتل كور اي 5 او اعلى، وكارت الشاشة ما يقلش عن جي فورس 1060 لمستخدمين الانفيديا او اعلى، وبالنسبة لمستخدمين الاي ام دي ما يقلش عن ار اكس 480 او اعلى، وبالنسبة لمساحة التخزين هي هيها والرام هي هيها. اخر حاجة حابب ان انا اوضحها وهو سعر اللعبة. اللعبة بتتوفر باصدار اسمه فاوندرز باندل، وسعره 59.98 دولار، وبيحتوي على حاجتين. الحاجة الاولى وهو الباك الخاصة باليو اس اس ار فاوندرز، سعرها بيكون لوحده 30 دولار، والاصدار الثاني وهو الجيرماني فاوندرز باكج او باك
وسعره برضو بيكون $30، وتقريبا من الواضح انك تقدر تشتري ده لوحده او ده لوحده او تشتري البندل كامل. وطبعا الناس هتقول لي طيب ازاي اللعبة مجانية؟ اللعبة مفتوح لك انك تجرب فيها السي بي تي او الكلوزد بيتا تيستينج كايرلي اكسس قبل لما تشتريها، وده لغاية امتى لسه ما نعرفش. دلوقتي هنروح مع بعض وهنشوف ازاي هناخد اللعبة. اول حاجة طبعا هتيجي على البراوسر بتاعك زي ما احنا شايفين وتبحث عن اللعبة، واللعبة اسمها بالمناسبة انليستد. هتدور على اللعبة باسمها زي ما احنا شايفين كده، ومفروض اللعبة بتيجي عن طريق الويب سايت الرسمي بتاعها، مش موجودة ولا على ستيم ولا على ايبك ولا على جي او جي ولا على اي منصة، ولكن زي ما احنا شايفين اللينك الرسمي بتاعها انليستد.net، وهسيبه لكم في الديسكريبشن اسفل الفيديو. هتدخل على اللينك زي ما احنا شايفين، وده مفروض الويب سايت الرسمي بتاع طبعا اللعبة. المطور زي ما احنا شايفين اهوت gaijin.net، هو نفس الديفلوبر ومطور لعبة وور ثاندر. ولو نزلنا شوية هنلاقي ديت بعض المعلومات عن اللعبة، شوية صور فيديو او خاص بالتريلر او تريلر بتاع اللعبة، وطبعا هنا هتلاقوا السيستم ريكويرمنتس سواء مينيمال او ريكومندد، وبيقول لك انها برضو افيلبل على الاكس بوكس سيريز اس وسيريز اكس. بالنسبة لون سواء اس او اكس ما نعرفش عنهم حاجة لغاية دلوقتي، فزي ما احنا شايفين كده مفروض دوت البيج بتاعتها بيقولك ان هي لسيريز اكس وسيريز اس. وبالنسبة للاسعار لو بصيت هتلاقي عندك انليستد اليو اس اس ار فاوندرز بندل عاملة $30، والجيرماني بندل عاملة $30، او انك تجيب البندل الكاملة عاملة $50. طبعا لو بنتكلم على أجهزة الإكس بوكس، وطبعا السيستم هي requirements زي ما احنا شايفين المينيمم الأوبريتنج سيستم، خلي بالكو ما قالش الجهاز إكس بوكس 1 عشان ده نظام التشغيل، على أركيتكشر اللي هي الـ 64 زي ما احنا شايفين، وريكومندد نفس الكلام برضو هو المينيمم. طيب كده خلاص بالنسبة للإكس بوكس. بالنسبة لي طبعا الكمبيوتر زي ما احنا شايفين ده مكان خاص بالتريلر، لو نزلنا شوية دي اخر الاخبار، دي الجيم فيتشرز، تقدر تسكيل، تقدر تيريلزم، تقدر ان انت فيها فاريتي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، والكامبينز كمان في باتل اوف برلين تقريبا، ده لو بنتكلم على البندل بتاع جيرماني، وفي سكوادز زي ما احنا شايفين في المركبات بتاعتها، كل الحاجات اللي قدامنا دي طبعا هتقدروا تتصفحوا الويب سايت، هسيبه لكم زي ما قلت في الديسكريبشن طبعا براحتكم. في طبعا بقى شويه برضو لينكات فوق زي ما احنا شايفين، نيوز واباوت وسكوادز وكامبينز هم غالبا اللي تحت، ولكن كل واحد له صفحه مستقله. وفي شوب متجر للعبة، في فورم زي ما احنا شايفين او نقدر نقول منتدى. بالمناسبة لازم تكون داخل بالاكاونت بتاعك، لازم تكون داخل بالاكاونت بتاعك. طبعا انا داخل بالاكاونت زي ما احنا شايفين، لازم هتعمل ريجستر على طبعا البيج او على الويب سايت الخاص باللعبة، ولازم يكون اكاونت على اللي هو gaijin.net. فلو انت بتلعب وور ثاندر هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك، نفس الاكاونت بتاعك اللي انت عامله على gaijin. طيب خلاص كده فاضل اخر حاجة، وهي لو نلاحظ ان اللعبة بتشتغل على ويندوز وعلى اكس بوكس سيريز اكس او اس، ما قالكش 1 للأسف، الله اعلم هتبقى ظروفه ايه، وبلاي ستيشن 4 برضو الله اعلم هتبقى ظروفه ايه، وحتى بلاي ستيشن 5 مش قايلين عنه طبعا اي حاجة. اخر حاجة بقى البلاي ناو، هتدوس على بلاي ناو، جوه بلاي ناو بيقول لك تشوز ست، طبعا ان انت تقدر تجرب اللعبه ككلوزد بيتا تيستينج اللي هو بيسموه السي بي تي دلوقتي اوبن، تقدر انك تعمل داونلود، ده هنشوفه شويه كده عشان تجرب اللعبه، او لو انت عايز تشوز ست او تختار مقعد للعبه انك تشتريها هتدوس بالشكل ده. هو مفروض هتفتح لك دلوقتي اول حاجه البندل الكامل $60، البندل الخاص باليو اس $30، واخيرا البندل الخاص بالجيرماني برضو $30 لوحده زي ما احنا شايفين. اما احنا دلوقتي كل اللي هنعمله هنعمل داونلود، هتنزل مفروض عندنا هنختار مكان الحفظ على سبيل المثال مثلا ديسك توب
وهتعمل ستارت داونلود، هينزل لانشر كده صغير. لو رحت على الديسك توب هتلاقوه اهوت موجود جنب ديس بي سي. تقدر ان انت تعمله اوبن على طول من غير حتى ما تروح له. بيقول لك تشوز لانجويج طبعا بتاعه الانستليشن اهو ديورينج انستليشن. عندك الالماني، عندك الانجليش، عندك الاسباني، عندك الفرنسي، وعندك اخيرا تقريبا الروسي، اكيد ديت الروسي. انا هختار الانجليش، هتعمل اوكي بالشكل ده. وبيسالك عايز انستول اللعبه يكون مكانها فين. طبعا تقدر انك تختار البارتيشن بتاعك. على سبيل المثال هجرب في الدي، وانتوا عارفين دايما ان الدي عندي بيكون مزدحم، ولكن هنجرب ونشوف مع بعض دلوقتي. اختار مثلا دي، جوه الدي عندي فولدر الجيمينج، هندخل وندوس اوكي. وتقريبا مش هيبقى فيه مساحة، مش عارف، ولكن انا ملاحظ هنا هيحتاج 5 جيجا بس. انا ما كنتش عارف المساحة، ولكن دلوقتي طبعا ظاهر قدامي ك على الهارد ديسك مش داونلود. هندوس نيكست بالشكل ده، وبيقول لي ان هيكون في فولدر في او شورت كات تقريبا في ستارت مينيو اسمها انليستد. هتعمل نيكست عادي جدا. هنا هتكرييت شورت كات على الديسك توب، وبيقول لك بالنسبه للداونلود لو طبعا ما تمش او حصلت فيه اي مشكله، بيقول لك المره اللي بعدها بمجرد ما تفتح الويندوز بتاعك افتح اللانشر وكمل الداونلود. طبعا ديت اختيار كويس جدا. هنعمل دلوقتي نيكست بالشكل ده، واخيرا انستول. ومفروض ان بتبدا تعمل انستول لللانشر بتاع اللعبه مش اللعبه نفسها، عشان في ناس هتقول ايه ده نزلت بسرعه معايا وما خدتش وقت والتحميل ما طولش معايا. لا، هنا بقى هنلاقي نزل ايكون تانية او شورت كات ايكون اسمها انليستد، هي مفروض هتكون بتاعه اللعبه، ولكن لما نفتحها دلوقتي طبعا هيجيب لي اللانشر اللي هيعمل بقى داونلود للعبه من سيرفرات اللعبه. فهنيجي هنا وهندوس فينيش، وانت هتكون معلم على لانش علشان تفتح معاك. هتدوس فينيش بالشكل دوت، ومفروض دلوقتي بتعمل لانشنج اهيت، وزي وورد ساندر بالظبط تبدا ان هي تعمل داونلود. ولكن انت هنا بيسألك انك تدي للعبة ابروف او تدي لها اكسس على الويندوز سيكوريتي. طبعا دي ويندوز سيكوريتي اليرت انه ينزل على الفايروول، فهتدوس اللو اكسس بالشكل دوت. كده انت سمحت له الفايروول. هنا بقى بيقول لك الداونلود فايلز بتاعتك على السرعة اللي قدامنا ديت 4.5 ميجا بت بير سكند، والريميننج بتاعك 13.7 او 13.7. طبعا تقدر توقف التحميل لو هتعمل حاجه مهمه. بالمناسبه اللعبه مش دبابات بس، انتوا شفتوا طبعا في مقدمه الفيديو شكل اللعبه، وكمان هسيب لكم كالعاده التريلر في اخر الفيديو. بعد لما اللعبه هتحمل للاخر خالص هتكون جاهزه طبعا للبلاي. بالنسبه للداونلود، انت بتعمل داونلود لحاجه اسمها الفول كلاينت. لو شاورت كده بيقول لك ان دي بتكون هاي كواليتي تيكتشرز. بيقول لك تقدر ان هي هتاخد او هتنكريز الداونلود فايلز بتاع اللعبه، وطبعا الابديت تايم او وقت التحديث بتاع اللعبه. ما فيش قدامك اختيار غير الفول كلاينت، عشان في ناس هتيجي تسالني اديك عرفته هي بتنزل فول كلاينت، ما فيش اكسس غير انك تنزلها فول كلاينت. لو حد نزلت معاه نوت فول كلاينت يا ريت يعرفنا في الكومنتس. كده مفروض اللعبه هتنزل معاك بعد لما تخلص تقدر ان انت تعمل بلاي وتبدا تجرب تجربه اللعب. وبمناسبه بتجربه اللعب، يا ريت لو حابين ان انا اشارككم تجربه اللعب قبل لما تحملوها يا ريت توضحوا لي في الكومنتس. وطبعا زي ما بعمل في كل لعبه وفي كل فيديوز قدمتها قبل كده، اوعدكم باذن الله لو في دعم وفي طلب على مشاهده او تجربه اللعب ديت ان شاء الله اعمل لكم بيها فيديو. وبس كده، ده فيديو النهاردة. ومجانية النهاردة كان لازم اقولها عشان المجانية دي محبوبة لناس كتير، خصوصا اللي نفسها تلعب لعبة Call of Duty World War 2 Battlefield 1 Battlefield V ومش عارفين ان هم يشتروها. ده مش معناه ان اللعبة مجانا، ولكن ليك اكسس على الكلوزد بيتا انك تحملها وتجربها وتستمتع بتجربة اللعب. ومن الواضح ان الكلوزد بيتا هتكون مطولة معنا شوية، فقدامنا فرصة حلوة ان احنا طبعا نجرب اللعب. اتمنى مشاركة الفيديو، اتمنى نوصل ل 100 لايك، والناس اللي بتشوفنا لاول مرة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. وهتستنوني في مزيد من الفيديوز. ودلوقتي اسيبكم مع تريلر اللعبة واشوفكم على خير.
سلام.